الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح محاضرات كورس الباور سيستم سويتش جير أند بروتكشن. موضوعنا في هذه المحاضرة هو النون دايركشنال بروتكشن أوف ترانسميشن لاينز. فهذه المحاضرة والمحاضرتين القادمة كلها بتكون عن أبرز الحمايات المستخدمة على الديستريبيوشن وترانسميشن لاينز، وبعدها بنتكلم عن حمايات الإكوبمنت الأخرى. فبنتكلم في هذا الجزء عن مقدمة عن الترانسميشن لاينز وأبرز الفولز اللي تحصل فيها، بعدها بنتكلم عن طرق الديسكريميشن وتطبيق أنواع الأوفر كارنت ريليز على الراديال فيدر، وفي النهاية بنحل مثال شامل لطرق عمل الريلي سيتينجز والكوردينيشن لسيمبل راديال فيدر. فموضوعنا هنا هو نظرة عامة على ترانسميشن لاينز، أو بشكل عام اللاينز والفيدرز بروتكشن. طيب، من المعروف أن الترانسميشن لاينز تعتبر من أحد أهم الإكوبمنت في الباور سيستم. هذه اللاينز تختلف باختلاف المسافات من عدة أمتار وحتى مئات الكيلومترات، ولها عدة مستويات فولتج تتراوح مثلا بين 13.8 كيلو فولت في مستويات الديستريبيوشن وحتى 765 كيلو فولت وأكثر في مستويات الترانسميشن. فهذه الخطوط تعمل كونكشن بين جميع مكونات الباور سيستم، يعني بين محطة التوليد ومحطات التحويل، وفي كل مستويات الفولتج وحتى مناطق الاستهلاك. فإذا بسبب وجود هذه الخطوط بشكل كبير جدا والمسافات طويلة وفي مناطق مفتوحة في الهواء عرضة للظروف البيئية، فبالتأكيد تعتبر اللاينز أكثر عنصر من عناصر المنظومة الكهربائية معرضة للأعطال بأنواعها في الباور سيستم. طيب، كيوجوال براكتس أو كستاندر متعارف عليه بشكل عام، إن خطوط التوزيع ابتداء من 11 كيلو فولت وحتى مستوى السب ترانزميشن أو الترانزميشن 66 كيلو فولت يستخدم معها أوفر كارنت ريليز وإيرث فولت ريليز كمين بروتكشن. وبالنسبة للترانزميشن لاينز بين 132 كيلو فولت إلى 220 كيلو فولت فتستخدم ديستانس ريليز الحماية المسافية كمين بروتكشن، والأوفر كارنت ريليز والإيرث فولت ريليز تستخدم كباك أب بروتكشن. أما في ترانسميشن لاينز أعلى من 400 كيلو فولت فتستخدم أنواع خاصة من الديستانس ريليز. فهذه جنرال جايد لاينز أو يوجوال براكتس، وليس بالضرورة أن يتم التقيد بها بشكل كامل. كل هذا يعتمد على طبيعة السيستم والمشاكل الموجودة في هذا السيستم والعوامل الاقتصادية وغيرها من الأمور. طيب، إيش أبرز المشاكل اللي تحصل في ترانسميشن أو الديستريبيوشن لاينز؟ مثل ما ذكرنا سابقا، أهم أنواع الفولز في الباور سيستم بشكل عام وفي اللاينز بشكل خاص هي الشورت سيركت فولز، تشمل 3 فيز فولت و 3 فيز تو جراوند فولت واللاين تو جراوند فولت واللاين تو لاين والدبل لاين تو جراوند فولتس. فقلنا بما أن اللاينز مفتوحة في الهواء لمسافات طويلة جدا فهي أكثر عرضة للمشاكل مثل سقوط الأشجار والصواعق والحيوانات والظروف البيئية مثل الرياح والثلوج والزلازل والفيضانات، والمشاكل اللي تحصل في مكونات اللاينز مثل العوازل والأعمدة. فيوجد عدة بروتكتيف سكيمز لللاينز. أبرز الحمايات المستخدمة في اللاينز من الأقل إلى الأعلى في التكلفة والتعقيد هي الفيوز، بعدها الريكلوزر مع السكشنالايزر، ثم الانستانتينيوس أوفر كارنت ريلي، فالإنفيرس تايم ديلي أوفر كارنت ريلي، ثم الدايركشنال أوفر كارنت ريلي، وأخيرا الديستانس ريلي والبايلوت بروتكشن. فكل ما زاد مستوى الفولتج وزادت الكومبلكسيتي في السيستم احتجنا إلى بروتكتيف سكيمز أكثر تطورا وتعقيدا. فبشكل عام أحد تصنيفات اللاينز بروتكشن هي إما تكون نون بايلوت بروتكشن أو بايلوت بروتكشن. فالنون بايلوت بروتكشن يعني عمل الريليز واتخاذ القرار يعتمد اعتماد كلي فقط على قياسات للإلكتريكال بارامترز مثل الفولتج والكرنت، وتسمى graded أو relatively selective systems. أما البايلوت بروتكشن فعمل الريليز يعتمد على إرسال إشارات واتصالات بين محطات مختلفة لعمل تريبينج بشكل أسرع، وتستخدم في هذه الحالة باور لاين كارير وفايبر أوبتكس. طبعا هذا النوع أغلى وأكثر تعقيدا من النون بايلوت بروتكشن، ويستخدم في مستويات فولتج عالية جدا واللي لا يمكن استخدام النون بايلوت بروتكشن معها. طبعا تركيزنا في هذا الكورس بيكون فقط عن النون بايلوت بروتكشن. الجزء القادم بإذن الله بنتكلم عن طرق الديسكريميشن وكيفية تطبيق الأنواع المختلفة للأوفر كارنت ريليز سواء إنستنتينيوس أو ديفينيت تايم أو إنفيرس لحماية الراديال فيدرز.